عسلامة مرحبا. عسلامة أختي. عرفوا عليك؟ كمال أختي. إيش تعمل في حياتك؟ أنا نخدم تازي ونخدم في الحضايا. تازي وفي الحضايا؟ إي كنت تازي، أما تو ماشي. ما تنجمش تخدم. تو ماش دخلت لك الحضايا تو. وليت في الحضايا تو. نخدم في المكتبة العمومية لهنا هذيا. علاش بدلت؟ شنو بدلت؟ كنت تازي وليت تخدم في الحضايا. إي أنا خاطر تازي شركة سكرت. فلست. ماكش وحدك يعني في بلدي انت عامل لوكال تخدم؟ لا كنت نخدم في شركة أنا. شركة بلا تسكر. في بيلي وحدك يعني. المعلم مسكر سي قال قايزة فلسة. عطاونا حويجة خفيفة وقال لك اخرج. كنت مترسم؟ قلنا ما صبوا علينا مترسم. لا مترسم 23 سنة نخدم أنا هكا. 23 سنة من بعد قال لك اخويا فلست أنا. وخذيت مبلغ رمزي. خذيت مبلغ رمزي 4 ملايين وقتها مشات كلات مشات مصروف مشات في وقت ما قعدتش حتى 6 شهور. توا عندك 13 سنة. سنين نخدم في الحضايا هنا معتمدية العمرة. ماكش مترسم؟ مانيش مترسم خاطر الرسم يحبوا يرسموك الصغار الكبار ما عادش يرسموا. قلت لي في الكواليس لي انت قلبك معبي على الوضع المعيشي وعلى غالي اسعار الاضاحي. شيء طبيعي نحن التوانسه مالوفين ياسر عندنا اللهفه بصراحه كنا نحيوا اللهفه تو نجيو لباس علينا. كيفاش اللهفه هذه؟ اللهفه خاطر نحن التونسي وشكون ملهوف دي تخيل شكون كل مزمر مسكين كل ما عندوش يمشي يتسلف يمشي كذا باش ياخذ علوش وياخذ كذا عليه نخليهم يسجعوا فيهم فلاح هذوما نسجعوا هما هذوما يحبوا يستغلونا ونعلف اش تعلف فيه قلت شنو تعلف فيه تي كيلو شاي ب 1600 قالوا اغلى ولا ب 1600 برا مشي شوف هاكو ب 1600 لهنا في تونس العاصمه خليه ياخذها بالشكاره ياخذها وش يعلف فيه وكل حشيش خيرة ربي يا ربي يعطينا المطر هو يسرح سيح العلوش لازم لكن لازمه العلفة زيادة علفة ويسرح زيادة علفة خبزك اللي يزو فيه من هنا ذاك متاع شكايل من هنا علفة بولي كله شحم ناكله في الشحم احنا ناكله في العلوش احنا تي هذا يمرض مش من الناس الجتنا ما كل هم وكل هم مش يباهي ذيك تمرض التوانسة ما يعرفوش اللي ذيك هو كي كثر منه بتبيعة مش باهي بتبيعة تي شومات فهمتي ويستغلوا فينا استغلال في كل شيء ولا استغلال تو ولات كل شيء استغلال المواطن التونسي يستغلوا فيه بصراحه نكلموا الحق فهمتي يا اختي معناها العلوش انت تو كي انا كنار نشوف في واحد هز علوش عمل له هك وهبط 7 كيلو لحم فيه نتاع صافي معناها ما نقولوش بالجلد وبالواحد نقولوا 7 كيلو لحم مليون و200 قدير 7 كيلو فيه الهم نعم كان تسلق وتنحيه أقل واحد حسب ما شفناهم في الرحبة معناها أقل واحد يعمل 12 كيلو غير على الأخر يعني عش بنتي لا عش بنتي احنا نفهم في العلوش ولاد علوش أنا بابا كان يبيع في العلوش بابا في بيع في كل عيد يبيع في العلوش 7 كيلو يعني يا تبارة تحكي لي على علوش مازال ما يضحيش يعني صافي ما شكون خديني ياخذوا من ما يضحيش منهم شنو نحكي لك؟ نحكيك على ما يضحيش، نحكيك على اللي يضحي انا، اللي يضحي ما تحكيش عليه هذاك ما نجموش نحكيو عليه، من 2 ملايين الفوق، اللي كنت تاخذ فيه انا ب 800 ناخذ فيه ب 800 دينار، 900 مليون هذا طارت. تو طارت قداش؟ بجوز ونص ولا في عام لكن فما راهو فما عليه الشباهين نتاع مليون و200 مليون و300 سافا يعني نتاع سافا. لا ما فماش، نكذب عليك من برا دور الرحب وشوف. راني مشيت مسيو. مشيت لقيت قداش لقيت؟ هي نتاع مليون و300 مليون قداش يعمل يضحي؟ لا يضحي اي والله بنتي انت ما تعرفش سيدي صغيره ما تعرفش انا نعرف يضحي وما يضحيش ما فما 6 شهور هذاك اقل من 6 شهور هذاك تقول لي انت يضحي هكا صغير علوش هكا تهز وانت تهز يمكن انت مسيو عندك هكا علوش في مخك لا 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 هاي شوختي علوش تهز اوكي هزوا الرجل وهبت اوكي معناها ما فيش 7 كيلو هو كل في الكل مادام هز وكا شنو معناها هز وكا قداش يوزن زعما شنو زعما بصحتي رفع الاثقال انا هذا اوكي معناها حط في الكل في 15 20 كيلو نحي له الجلد ونحي له الراس ونحي له الساقين ونحي له الفرد اكل الفرد اللي فزته تلقاه 7 كيلو لحم كيك حسبت عاد انت قول لي هكا مو الحسابات هكا تجي تحكي لي على العلوش كله لا العلوش كله كي يا اخي العلوش كله مشاكله الكل انت ماكش طيش منه الجلد مستيش برا حطه على الميزان الجلد برا حط الراس على الميزان حط الفرتك اللي نحيته وسخ ولا حط على الميزان شوف قديش نحيت يبقى 7 كيلو 7 كيلو شنو قديش الكيلو باللي 200 العلوش معناها تحسب الكيلو اضرب حسابك وحدك انت يعمل حساب تلقى في 120 اللي فهمته انك انت مقاطع العلوش سنة انا والله انا بالنسبه لي انا
انا رباني انا الحاجه تغلى انا كل قره القره خير منها القره حاجه تغلى ثقافه المقاطعه القره حاجه غليت خلاها غادي هاك العام معدنوس عندها عامين وثلاثه معدنوس ولا بدينار الربطه الربطه بدينار العام اللي من بعده الطبه ولا يبيعوا في المعدنوس تعرف شنو اللي مهندس ولا يبيع عمل نصبه نتاع المعدنوس كثر معناها هات المعدنوس ناس كل حال المعدنوس مشروع ناجح قال لك دينار الربط اخر العيد قبل العيد بنهارين يلحلح به في الحلفوين اجا خويا هز الربطه ب 100 هز الربطه خاطر كثر قعدوا له في الركبه احنا العلوش كي ما ناخذوش سنه طول العام الجاي يقعد في الركبه زوجتك انت ساعه قادر ساعه ولا قبل ما نسالك زوجتك تحب على علوش ولا انت قادر ماديا انك تشري علوش مش حكايه قادر مش قادر تو نحن بخلاف انه عندك ثقافه المقاطعه وانه الصوم مش معقول وانت ما تحبش تشريه قادر انك تشري سنه ولا مانيش قادر ملا لا يجوز لا يجوز عندنا انا انسان نمشي احنا سيدنا عليه الصلاه والسلام ضحى علينا ذبح ذبح لي هو ذبح لي انا مشي في بالي اللي انت قادر وانت ما تحبش تشري خاطره غالي هكاك تولي يلزمك لا مادام عندي كان عندي وغالي حتى عندي وغالي زاد تبذير مش به زاد باستغلال باش خلي شكون يستغني انا قال سيدنا عمر انا لست بالخبي وليس الخبي ان يخدعوني انا مانيش خبيث لكن ما يخليش الخبيث زاد يعدي علي هذاك يعدي علي الفلاح انا يبيع لي علوش 200 في 7 كيلو لا ما ناخذوش نقعد شبيه بنهار يتعدى وبرا ما كلناش علوش متنا ما متناش التوانسه يلزمهم ياخذوا الثقافه هذيا اللي نتكلم بها انا تو يلزم ما ناخذوش علوش وبرا عندك ما تاخذش تشجعش باهي انت عندك خذيت علوش سامحني اختي انت عندك خذيت علوش وجارك ما عندوش هو انت ما تضحي وتجوز الضحيه نتاعك كان ما تصدق سامحني مش على الصدقه نحكي خليني نحكي لك حاجه خير من الصدقه تو انا عندي صغار ولادي صغار 8 سنين 9 سنين و10 سنين وجاري عنده صغار خذا علوش جاري ولاد جاري يلعبوا بعلوش وانا ما عنديش علوش ما يحسوش ولادي يحسوا اه شنو عملنا هنا الجار اللي خذا العلوش حس جارو شنو يعمل من اخر جاري ما خذاش من اخر انا ود عمي ما يجيب الصغار ما نبوش ولادي قدام فهمت علاش فهمت علاش ما نبوش ولادي قدامهم خاطر نقول لهم برا نمشي امشي ما تجينيش خاطر هو يحس يقول لك يخسر كيش يلعب على الولاد با وبا وانا وهو ما عندوش ما يلزمنيش نعمل قدامه نحن يلزمنا ناخذوها الثقافه هذه في تونس جارك ما عندوش جارك ما عندوش يا تاخذوا علوش يا ما تاخذوش يا تاخذوا كيفك علوش يا ما يا ما ناخذوش الكل هو زاد يقول لك ما يلزمكش تضحك برشا بحماس قدام عبد حزين يعطيك الصح هاك هاك مالا شنو ما هو حزين انت نضحك قدامه ونشطح جارك عنده ميتة وانت عامل فرح ما تجيش فهمت يا اختي كلموا الواقع عبد عنده برشا مشاكل وانت عامل جو قدامه يعطيك الصحة مش معناها ما يلزمكش تعمل جو مش قدامه ربي عليك احترم معناها مشاعره تحترم مشاعره هذاك نسير احنا زاد في العيد هذا زاد كي وصل الحديث كي يوصل لك وصل يعطيك الصحة مسيو بارك الله فيك شكرا